بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود هم قوم عاشوا في الفترة التاريخية الواقعة بين عهد نبي الله عيسى عليه السلام وعهد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الزمان. أما المكان فقيل إنه بنجران في جنوب شبه الجزيرة العربية. قصة أصحاب الأخدود تروي قصة ذلك الغلام المؤمن ومعلمه الراهب وصراعهما مع الملك مدعي الألوهية الذي جاءه الساحر الخاص به يوماً يطلب مقابلته لأمر ما. خيرا أيها الساحر. مولاي المعظم، أنت تعلم أن كل ما يشغلني هو صالح البلاد ورضا مولاي الملك عني وضمان استمرارك على عرش البلاد. لقد قضيت ليلتي كلها. أوجز أيها الساحر، لن أقضي اليوم أستمع لقصة ليلتك الماضية وكيف قضيتها. عذرا، العفو والسماح يا مولاي. مولاي المعظم، لقد قضيت عمري كله مخلصا لك وفي خدمتك للسيطرة على الناس بالسحر والحيلة، محافظا على استمرارك على العرش وضمان ألوهيتك. لكني أصبحت كما ترى يا سيدي طاعنا في السجن، وأخشى أن نهايتي تقترب، وأخاف أن يصبح مكاني فارغا. لذا أنا أحتاج صبيا ذكيا ماهرا لكي أستطيع أن أعلمه السحر ليكمل مسيرة خدمتي وإخلاصي لكم من بعدي. ما رأيك يا صديقي الحكيم؟ للمرة الأولى يا سيدي سأتفق مع هذا الساحر وأرى أن أوفر له ما يطلب في أقرب وقت. حسنا، وأنا أتفق مع رأي صديقي الحكيم. سوف آتي لك بغلام ذكي وماهر لتتولى تدريبه وتجهيزه ليقوم بمهامك في أسرع وقت أيها المسن الكهل. نعم، شكرا يا مولاي، شكرا. أحسنت أيها الغلام، أنت تحرز تقدما رائعا أيها الغلام، وتطبق كل ما أعلمك إياه بشكل رائع. شكرا لك يا سيدي. أنا لا أنكر عليك ذكاءك وسرعة بديهتك، ولكنك تفتقد إلى شيء من أهم ما يميز شخصية الساحر. وما هو هذا الشيء؟ تبدو هادئا مطيعا قانعا، وهذه الطباع لا تتماشى مع كونك فتى الساحر. اسمع يا غلام، لكي تصبح ساحرا قويا يجب أن تمتلئ بالخبث والحيلة والخداع. يجب أن لا يأمنك الناس أبدا. إذا مررت بهم تفرقوا، وإذا نظرت إليهم زاغت قلوبهم. هذا هو سبيلك للسيطرة على عقولهم وحواسهم وخداعهم.
أمرك يا سيدي. هيا انصرف الآن، وأريد أن أراك غدا في وقت مبكر، ولا تنس ما ذكرته لك. إلى اللقاء يا سيدي. هيا انصرف، هيا. أنا لا أطمئن لحديث هذا السحر، يبدو أنني قد ورطت نفسي في أمر قد لا أطيق تحمله. قلبي ينقبض كلما رأيت وسمعت حديث هذا الساحر، وما زاد وفاض أنه يطالبني بأن أصبح شريرا خبيثا مكروها بين الناس. ها؟ ربما أنا مخطئ في حكمي عليه. لا 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 أدري، سوف أصبر حتى تبين الحقائق أكثر، وعندها سوف أقرر. لو الحمد لله الكبير العظيم على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ما هذا الصوت العذب؟ يا إلهي أعني على ما أنا فيه، ولا تكلني لنفسي طرفة عين. يا إلهي لقد جهل القوم وضلوا عن سواء السبيل، وتركوا عبادتك وعبدوا بشرا من خلقك لا يملك أن يدفع الضر عن نفسه. يا إلهي. ها؟ لقد رأيني. أين ذهب هذا الرجل ذو الحديث الطيب والصوت العذب؟ يا لحظي السيء، سأمر عليه في طريق العودة بعدما أنتهي من درس اليوم مع هل تبحث عن شيء؟ أنا لا لا يا سيدي، أنا فقط أمر من هنا كل يوم للذهاب إلى معلم السحر. أنت فتى الساحر إذن؟ حتى الآن؟ نعم يا سيدي. ستصبح قريبا شخصية مرموقة يهابك الجميع. لست متأكدا من ذلك، فأنا ما زلت أفكر في أمر الساحر، وهل سأستطيع إكمال تلك الدروس في السحر والخداع أم لا. هل تحتاج مساعدة؟ تفضل لنناقش الأمر سويا، يمكننا أن كلا كلا يا سيدي أشكرك، أنا حقا يروق لي حديثك خاصة ما سمعته بالأمس، ولكني لا أستطيع التأخر أكثر من ذلك على الساحر، إنه قاسي القلب ولا يمكن أن أتوقع ماذا سيفعل بي إن تأخرت على درس اليوم. أنا أتحدث كثيرا وأضيع الوقت، عذرا يا سيدي، يجب أن أذهب الآن. حسنا يا سيدي، يمكننا الحديث لبعض الوقت. فلتتفضل إذن يا بني.